تعالى يا ست اسمعي، غنيلي سمحي. هتغنيلي ايه؟ دي مش غنيوه يا ست فاطمه. امال ايه؟ خبر وحش. خير كف الله الشر. طب امشي يا غفير، انا هفهم من العمده كل حاجه. غني لها الخبر يا عمده. خير؟ خير يا عثمان؟ فيه ايه يا حبيبي؟ بيمضيهم ويختمهم ويبصمهم. لا لا لا، الحكايه كده كبرت وزادت وخرجت عن حدها وما عادش فيها صبر. ايه مالك يا عمده؟ فيه ايه؟ ما تتكلم كده على طول وتفهمني. ايه زفت الطين اللي اسمه ابو العيله والحربان نتاق اللي معاه دي؟ بيشتروا اراضي الفلاحين وبيمضوهم على الكشف وبالمفتشر كده قدام الناس. وهاني لو ضامن المأمور الزفت دي كنت روحت طربقتها فوق دماغه وجرجرتيهم وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليه. لكن المأمور بانه خايف منهم بصحيح. يعني كل اللي مجنني الفلوس اللي بيشتروا بيها الاراضي الكتير دي جابوها منين؟ وانت كل ده يا عمده معرفتش جابوها منين؟ هيجيبوها منين يعني غير من اللي ما تتسمى اللي يا رب يا رب يبلعها حنش قادر يا كريم اللي اسمها راوي. طب وايه العمل بقى؟ اقول لك اني بس اقعد كده واسمعني على رواقي. قول. شوف يا اخوي، عدوك اللي ما تقدر عليه صاحبه وامشي على هواه لحد ما يجي اليوم اللي تركابه وتدلدل رجلك كمان. يعني ايه؟ ما تقول المفيد كده خلينا نفهم. احنا مش اليومين الجايين دول كده كده هنقلب البلد كلها عشان الدين اللي على الفلاحين ليني؟ ايوه. ايه بقى علاقة الدين ده بابو العيلة والزفتة اللي معاه؟ هو مش ابو العيلة داير عمال يشتري اراضي الفلاحين؟ قوم بقى اللي بيديهولهم هو باليمين، احنا نطالب بالدين اللي عليهم وناخده بالشمال. او ايه؟ قولي يا بنت قولي، بانك انت هتجيبي المفيد بصحيح. نتفق نجيب الفلاحين اللي عليهم دي ونمضيهم تنازل عن ارضهم، يا كده يا اما يتحبسوا. ساعتها بقى زي ما ابو العيله داير عمال يلم في اراضيهم احنا كمان نلم زيه، وندخل بقى معاه في قواضي ومحاكم ونوقف له المراكب السايره ونخلي الارض بتاعته واقفه كده زي ما هي، لا عارف يزرعها ولا عارف يقلعها. وبعدين؟ لا ما فيهاش وبعدين، يا اما كده يا اما. يا اما ايه تاني؟ هي لسه فيها اما. ايوه، امال ايه؟ نجيب ابو العيله ونتفق معاه. لا لا لا، ايه ده كله الا كده؟ ما بقاش الا الممسوخ ده كمان اللي اقعد اتحدد وياه. ما كنت بتتكلمي حلو، ليه بتخيبي كده؟ طب عقلها يا عمدي، عقلها يا اللي مخك يوزن البلد كلها. المأمور بقى عايم على عمهم ليه؟ وليه بقى داخل خارج عليهم كده؟ عشان خلاص عارف اللي فيه، عارف ان اليومين الجايين دول بتوعهم وان في فايده جايه من وراه. قوم احنا بقى بحدائي لازم نعمل زيه ونصاحبهم احنا كمان. واذا فكروا ان احنا خايفين منهم ولا مستقوينهم يسيبهم، نسيبهم يا اخويا كده يفتكروا اللي هم عايزينه. المهم يصدقوا ان احنا خايفين منهم بصحيح وان احنا عايزين نبقى ايد واحده معاهم. قوم ساعتها نكوش على البلد كله انت بسلطانك وبمداسك اللي فوق روس اهل البلد كلهم، وهم بمالهم السايب اللي دايرين يبعتروا فيه يمين وشمال. ساعتها بقى هنبقى حكمنا البلد وطوقناها كده بايدينا الاتنين ونعمل ما بدلني كده ولا لا؟ خد بالك يا عمدي، كل واحد وليه يوم، واللي يجي يومه عايش في ظله كده ولا مش كده؟ ايه دي؟ ايه التفكير ده؟ ايه العقل ده؟ ده انت الشيطان يجي عندك يقلع دماغه ويقولك منك نستفيد. تربيتك يا عمدي، تربيتك. باع واسقط وتنازل. الحاج محمد ابراهيم حسين عن حصته في قطعة الأرض الخاصة به، وتم استلام ثمنها بالكامل. هات الختم يا حاج. اتفضل. اللي بعده. خد يا جابر، اما اقول لك
خد اللي بعده. ايه يا عم ابو العيله تحت امرك؟ وريني كده يا ولي، ليه ورق الحيازي؟ معلش ماني مش عارف. اطمن الورقه اهو، انا عملت خناقه مع اخويا الكبير وخليته عزل نصيبي والعقد اهو. وماله؟ علي العال وعلمك باقي، اخواتك كلهم هيبيعوا بركه. ده انا عملت ختم ليا باسمي، امال ايه؟ طب خد الورق بتاعك اهو. حاضر. روح بقى ايه؟ اختم اهو، يبقى العوزة الختم بتاعك دي، وخد فلوسك. حاضر. استنانا شويه يا جابر، في الختم بتاعك حاجه. بص ممكن ولو فيها رساله اتحطت وياك على جنب حبه يا ابو العلب. ايه؟ انت مين؟ ايوه ايوه الغفير كامل. عايز ايه العمد؟ العمد ايه العمد؟ واكل حقش، واكل حق في محصول حته الارض بتاعتك واخويا وبتاع اخويا وبتاعتي، بيلهف محصولها اللي بيشقى فيه الواد اخويا شقى الدنيا طول السنه، ما بنتحصلش منه ولا على نص ثمن المحصول. وانت جاي تقول لاني الكلام ده ليه؟ اني مالي؟ اني مش فاهم قصدك. لا فاهم فاهم قصدي كويس يا سابو العلب. ايه فاهم؟ اني هبيع لك حته الارض ديش. ايوه هبيع لك حته الارض، بس سايق عليك النبي، سايق عليك كل غالي وعزيز، ما تظلمني في ثمنها زي عثمان الكلب دي. انت عملت الصح يا كان، واني هشتري منك حته الارض دي وهديك فوق ثمنها زياده من عندي عشان ما اظلمكش. يبقى كتر الله الف خيرك. وهي الارض دي ليها ورق؟ ايوه ليها ورق اهي، ومختومي ختم ميري. ختم اهو. وباسم مين دي؟ باسم انا واخويا واخويا واني. واخوك هيبيع؟ هيبيع على بركه الله. خلي الورق معاك وقف في الصف وابقى فوت يا كامل، ابقى فوت، احنا شكلنا هنعمل مصالح كتير مع بعض. حاضر جنابك. امسك حقك اهو. هات يا جابر. اتفضل. ده العقد ده فين الخدمه حبيبي؟ هات خلصنا. تحت تحت يا. تحت المستلم. اللي بعده تختم ولا بتفصل؟ تمضي. شاطر قوي. صحيح يا ولد بيمضي الفلاحين؟ ايوه جناب العمد، بيمضيهم وبيبصمهم وبيختمهم وبيمضيهم ويختمهم. خلاص انت هتلحنها هتغنيها خلاص. مالك يا عتمان؟ انا قلقان قوي من ناحيه المأمور يا فاطمه، ما بقاش معايا زي الاول، ودي بقى بالذات انا مصاريني كلها في ايده. يعني ما هوش السيد، ممكن ارتب له ترتيب وارميه في السجن واخلص منه. خايف. الخوف يا اخويا مش من المأمور بس، الخوف من المأمور ومن حفيظي ومن علوان ومن فهيمة ومن البلد كلتها. الخوف على الواد اللي جاي ده يا عمدي، على ابنك اللي هيشيل اسمك وهيورثك بعد عمر طويل ان شاء الله. انا خايفة عليها قوي، خايفة عليها قوي يا عتمان. انا خايفة يا اخويا لا يموتوه قبل ما يشوف الدنيا. ده اللي يفكر يهوب ناحية ابني ده انا اطخه. اطخه ده ايه؟ ده انا اقطعه حتت حتت كده وارميه للكلاب. ايوه يا اخويا صح طبعا، عشان كده بقى يا عتمان احنا لازم نعمل حساب لبكره. ايوه امال ايه؟ لازم نعمل حساب لبكره. ما تلم الدين. ايوه انا الاسبوع الجاي الم الدين، واللي ما يدفعش بقى ارميه في السجن بالقانون والاصول، واللي معهوش بقى يدفع وعايزنا نستنى عليه شويه يورينا بقى اذا كان معانا ولا مع غيرنا. يا سلام. ايوه كده، براوه عليك يا عمده العمد. البلد دي لازم أن تتمسك بايد من حديد، عشان تعرف، بس عشان تعرف انك ملكش غير فاطمه وابن فاطمه. يا فاطمة. استنى يا كامل، عايز
عايز ايه يا وائل؟ اتريزي هنا استناني لحد ما بلغ جناب العمده حاجه واجي لك تاني. طبعا انت كنت جاي تبلغ العمده ان ابو العيله ومراته والابوكاتو بيبصموا الفلاحين عشان يبيعوهم ارضهم. لا ايوه كنت هو كيتي تلاقيك عرفت يا وائل. لا ما عرفتش، انا شفت بعيني. شفت ايه؟ بس اياك يكون ابو العيله بقى اداك قرشين كويسين في حته الارض بتاعتك انت واخواتك. يا ريس وائل احب على بلغتك، اوعى يكون عثمان عرف حاجه ولا حيعرف. انت يا زفت يا اللي اسمك وائل. انت يا وائل يا اللي اسمك زفت. حاضر يا حضره العمده. شفت عمره ما قال لي يا سي وائل ولا حضره الغفير وائل، راجل واطب صحيح. أيوه. بندع عليك يا زفت الطين انت؟ ايوه يا ماني كنت جاي اهو يا حضره العمده، لسه كنا بنجيب في سيرتك. اسمع بقى، تاخد ديلك في سنانك جري وتروح لسيدك ابو العيله. سيدي مين؟ زي ما سمعت يا اطرش، سيدك ابو العيله. تقول له جناب العمده بيقول لك اتفضل اشرب معانا الشاي، وشوف هقول لك ايه وتعالى جري قول لي. حاضر. سيدك ابو العيله حلوة. لا وإيه؟ تعال اشرب معنا الشاي. عجايب يا ولاد. المصالح المصالح يا كامل.